بسم الله الرحمن الرحيم، حياكم الله أعزائي الطلاب. وفي فيديو جديد سنشرح في هذا الفيديو امتحانات النصفي أو الربع الأول للصف العاشر في مبحث أحياء الصف العاشر. طبعا سأترك لكم في صندوق الوصف رابط حل المادة التدريبية زائد شرح الدروس وحل أسئلة الكتاب زائد امتحانات سابقة أخرى لمن يريد أن يستفيد. في البداية عزيزي الطالب، المجهر الذي يمكن بواسطته رؤية العينة بأبعادها الثلاثية هو المجهر الإلكتروني الماسح. إذا كان مقدار تكبير المجهر الضوئي 900 مرة وتكبير العدسة الشيئية 60 مرة. طبعا عزيزي الطالب، نحن نعرف أن مقدار تكبير المجهر الضوئي يساوي حاصل ضرب تكبير العدسة العينية ضرب العدسة الشيئية. فعندما يريد منك أن تقوم بعملية قسمة لي، بمعنى أنه أعطاك تكبير المجهر الضوئي، ففي هذه الحالة ستكون العملية قسمة. لكن لو أعطاك العدسة العينية والشيئية، في هذه الحالة ستكون عملية ضرب. فبالتالي سنقوم بتقسيم 960، طبعا صفر في صفر، 90 على 60 عزيزي الطالب، سيكون عندك 90، آسف، 90 تقسيم 6 فيساوي 15 مرة. يتم تصنيع، إذا الحل هو جيم. طبعا يتم تصنيع البروتينات في الخلية الحية بواسطة الريبوسوم. تزيل، إذا هنا تزيل سمية بعض المركبات العضوية وهي البريكسيسومات عن طريق إنزيم الكاتالايز، وهو طبعا 4G. تحتوي على انزيمات وتعتبر الجهاز الهضمي في الخلية، وهي اجسام الحالة او ما تعرف بالليسوسومات. واذا الف، وظيفة البلاستيدات في النباتات والطحالب هي عملية البناء الضوئي. طبعا هنا يتكون من وحدتين بنائيتين صغيرة وكبيرة، تتكون كل منهما من بروتين و RNA، وهي الريبوسومات عزيزي الطالب جيم. 8 لا يوجد في الخلية النباتية ولها دور في عملية الانقسام بإرسال خيوط المغزل، وهو الجسم المركزي أو السنتروسوم. إذا هنا تتضاعف المادة الوراثية في الطور البيني أثناء مرحلة بناء الدي إن إيه أو ما يعرف بالطور S. وهنا بالنسبة، واحدة من أنواع الخلايا التالية لا تبقى طيلة حياتها في الطور السكون المؤقت، وهي خلايا الكبد، حيث أنها تنقسم في حالات خاصة لإصلاح التلف عزيزي الطالب. وهنا جيم. طبعا هنا عزيزي الطالب يريد منك أن تقوم بمقارنة بين الخلية الحيوانية والخلية النباتية، لكن هذا الجزء في هذه السنة طبعا بسبب تغير الخطة غير موجود في الخطة، سيكون في المرحلة القادمة، فبالتالي لن نحله. طبعا هذه الجزء الذي تراه أمامك هي عبارة عن الميتوكوندريا، واسم هذا هي الميتوكوندريا، ما وظيفته؟ إنتاج الطاقة. طبعا هنا عزيزي الطالب، لأن أنا أكتب أشرح بالماوس فعملية الكتابة ستكون صعبة، فسأقول لكم الإجابة وأنتم اكتبوها ورائي. ما اسم هذا التركيب؟ يسمى هذا التركيب الميتوكوندريا، ووظيفته إنتاج الطاقة، ويكثر في الخلايا العضلية. يكثر في الخلايا العضلية لماذا؟ لأنها تبذل مجهود كبير. وهذه هي الأجزاء عزيزي الطالب، فهي عبارة عن الميتوكوندريا، هنا الغشاء الخلوي، الغشاء الخارجي، الغشاء الداخلي، الحشوة، أعراف، ريبوسومات، حيز بين الغشائين، وهي الميتوكوندريا تنتج الطاقة عزيزي الطالب، وتكثر في الخلايا العضلية ووظيفتها إنتاج الطاقة. السؤال الآخر، عدد بنود نظرية الخلية عزيزي الطالب، وهي جميع الكائنات الحية تتكون من خلية واحدة أو أكثر. الخلية هي وحدة البناء والتركيب والوظيفة في أجسام الكائنات الحية، وتنتج الخلايا الجديدة من خلايا سابقة لها. طبعا عرف عزيزي الطالب كل من، طبعا هذه بالنسبة للورم والطور البيني، هذه الأشياء غير مقررة. طبعا مقدار الفصل والتمييز أكتبه ورائي، هو مقدار أقصى مسافة يمكن من خلالها التمييز بين نقطتين في المجهر عزيزي الطالب. وهي التعريف أيضا، مجهر، تعريف جهاز
الميكروتوم، التعريف الماسح، تعريف المجهر اللي هو التكبير في المجهر المركب. هذه فقط جزء من التعريفات المطلوبة منه. في سؤال آخر: ما الذي يميز المجهر التشريحي عن غيره في من المجاهر الضوئية؟ أنه يمكن بواسطة رؤية العينات دون أن تحتاج إلى تحضير مقاطع. جهاز يستخدم في تحضير الشرائح وهي الميكروتوم. تتميز الخلايا البدائية النواة أنها تحتوي على أول شيء، طبعا كل هذه إن صغر حجمها، لأن هذه هي في حقيقية النواة، يظهر على شكل أكياس غشائية منبسطة مرتبة وشكل موازي، وهي عبارة عن الشبكة آسف أجسام جهاز جولجي. تتواجد الريبوسومات حرة في السيتوسول، تنشأ منها خيوط المغزلية في الخلايا الحيوانية، وهو الجسم المركزي أو السنتروسوم. الجسم المركزي أو السنتروسوم أو المريكزان المركزي، طبعا سامحونا أن أكتب بالماوس. أطوار طبعا هذا غير مطلوب منك. مجهر يستخدم في دراسة سطح حبيبات اللقاح، وهو المجهر الماسح طبعا الذي يشكل 90% من دورة الخلية، هو طالب بيني وغير مطلوب معك. بنود نظرية شوفان وخلية الخلية عددناها قبل قليل. بالنسبة للمقارنة بين حقيقية النواة وبدائية النواة، فهذه هي المقارنة عزيزي الطالب. وتذكر أيضا أنها لا تحتوي على بروتين هيستون، وهنا تحتوي على بروتين هيستون، وهذه أمثلة بالتفصيل على هذه الأشياء. وأيضا هنا مقارنة بين الشبكة الأندوزوجية البلازمية الخشنة والشبكة الأندوبلازمية الملساء، وهنا مقارنة بين الخلية الحيوانية والخلية النباتية، حتى تكون هذه المقارنات مفيدة لك عزيزي الطالب. طبعا تتواجد الميتوكوندريا بكثرة في الخلايا العضلية، طبعا سأتحدث عن الإجابة وأنتم اكتبوها ورائي. بسبب أن الخلايا العضلية تبذل مجهود كبير فتحتاج إلى طاقة، فبالتالي تكثر هذه الميتوكوندريا في الخلايا العضلية لتوفير الطاقة التي تبذلها هذه الخلية بكثرة. يتميز الغشاء الخلوي بنفاذيته الاختيارية لحتى يستطيع إدخال وإخراج المواد حسب حاجة الخلية، فهو يتكون من طبقتين شبه منفذة. البريكسيسومات تحتوي على انزيمات مؤكسدة عزيز الطالب لحتى جزئين، لو كانت في البذور فهي تعمل على تحويل الدهون إلى كربوهيدرات من أجل نمو الجنين في البذور، أما إذا كانت في خلايا جسم الإنسان فهي من أجل عملية إزالة السموم من الكحوليات والمواد الفي. الخلية العصبية تفقدها عن انقسام غير مطلوب منك. الخلية النباتية لها شكل ثابت بسبب الجدار الخلوي، بسبب الجدار الخلوي. ما الفرق بين نمط 9+0 ونمط 9+2 في المريكزان؟ طبعا سأدعه لكم، لكن للتوضيح فقط، الأهداب والأصوات في الأنبوبات دقيقة تخرج من النمط 2+9، أما المركزان من الأنبوبات دقيقة على في النمط 0+9. فهنا عزيز الطالب يوجد في الخلايا الحيوانية ذات القدرة على انقسام الجسم مركز مركزان، طبعا هذا يتكون من 9 مجموعات متوازية من الأنبوبات الدقيقة. هذا عندما يكون 9 مجموعات متوازية من الأنبوبات الدقيقة الثلاثية، فإن في هذه الحالة يسمى هذا النمط 0+9، وبالتالي سيكون هنا مركزان. أما عندما يخرج منه الأهداب والأصوات فإنه سيكون 2+9، ويكون في عبر الغشاء طبعا الخلوي، ويستخدم في تكوين الأجسام القاعدية عزيزي الطالب. ماذا يحدث إذا كان حي توقف الخلية عن صنع الريبوسومات؟ فإنها ستمنى أنها لن تستطيع أن تقوم بعملية بناء البروتينات. طبعا حدد وظيفة البريكسس، كل من البريكسسومات والريبوسومات وأجسام الحالة. بالنسبة للبريكسسومات عزيزي الطالب، فهي تحتوي على أنزيمات مؤكسدة. الأنزيمات المؤكسدة تقوم بنزع ذرة الهيدروجين في مركب العضو مثل الكحول وإضافة الأكسجين، فيتكون هنا مركب سام هو فوق أكسيد الهيدروجين، وبالتم عن طريق أنزيم الكاتالايز يعمل على إزالة السمية. طبعا مطلوب منك هذه المعادلة وهي فوق أكسيد الهيدروجين، نفس رمز الماء لكن هنا تنضيف 2 للأكسجين عن طريق أنزيم الكاتالايز ماء زائد أكسجين. طبعا لو كانت في البذور فلأيضا الدهون وتحويلها إلى كربوهيدرات لنمو الجنين.
أما الجزء الآخر وهي الريبوسومات فهي بناء البروتين عزيزي الطالب. أجسام الحالة هي عملية هضم، طبعا أجسام الحالة هي عملية هضم للمواد الغير أساسية، طبعا هو جهاز الهضم الأساسي في جسم الإنسان أو في الخلية، والتخلص من محتويات الخلية التالفة والأنسجة أثناء التطور عن طريق الهضم الذاتي، طبعا باستخدام أنزيمات محللة. طبعا عزيزي الطالب يريد منك أن تكتب الأجزاء على هذين الجزئين، الجزء الأول وهو عبارة عن التركيب الداخلي للبلاستيدات الخضراء، هذا الجزء بشكل تفصيلي، والجزء الآخر وهو عبارة عن الشبكة الأندوبلازمية الخشنة بهذه التفاصيلها التي تراها أمامك عزيزي الطالب. نموذج آخر عزيزي الطالب، إذا علمت أن مقدار تكبير المجهر 600 مرة ومقدار تكبير العدسة العينية 15 مرة، ستقوم بقسمة 600 عزيزي الطالب على 15 مرة، فبالتالي هنا عزيزي الطالب 600 تقسيم 15 مرة سيكون الجواب 40 مرة. تنشأ الخيوط المغزلية في الخلايا الحيوانية من المركزان، أحد العضيات التالية تحدث فيها معظم مراحل التنفس الخلوي وهي الميتوكوندريا، أي الآتي تعد وصفة دقيقة للفجوات في الخلية الحيوانية، فهي كثيرة العدد صغيرة الحجم، ما المجهر الذي تظهر فيه أجزاء نواة الخلية بوضوح، طبعا بوضوح أكثر ما يشوفه النافذ، ما العضية التي لا تعد من العضيات السيتوبلازمية الغشائية وهي الريبوسومات. طبعا الجزء البعيد من الشبكة الأندوبلازمية للغلاف الخلوي هي الشبكة هو الملساء، الشبكة الأندوبلازمية الملساء خاصية تنظم مرور المواد منها وإلى الخلية النفاذية الاختيارية، مجهر يستخدم في العمليات الجراحية الدقيقة، مشاهدة بعض أجزاء الكائن المجهر التشريحي، أقصى مسافة يمكن من خلالها التمييز بين نقطتين وهي عبارة عن مسافة. طبعا هذه هي تعريفات أخرى عزيزي الطالب، هذه التعريفات ستلزمك بشكل أساسي ورئيسي في الوحدة الثانية أو في الفصل الثاني عزيزي الطالب. طبعا هنا عزيزي الطالب أيضا بعض الأسئلة تعلل المهمة في الجزء الثاني أو الفصل الثاني عزيزي الطالب. من المقارنات تحدثنا عنها، قلنا للخلايا النباتية شكل ثابت لوجود الجدار الخلوي، تسمية عدسة زيتية بهذا الاسم لأنه يستخدم فيها الزيت، فهو يستخدم فيها نقطة من الزيت في حال استخدامه. طبعا هذا الجزء على الآخر وهو جزء على الآخر. المقارنات المهمة هي مقارنة المجهر الضوئي والمجهر الإلكتروني، المقارنة المجهر المركب والمجهر التشريحي، المجهر الإلكتروني الماسح والمجهر الإلكتروني النافذ بشكل أساسي. طبعا عملنا كل هذه المقارنات، لكن ما الفرق الخشنة والملساء من حيث الوظيفة عزيزي الطالب؟ طبعا من حيث الوظيفة الملساء تقوم بالبناء أو صنع الليبيديدات بشكل أساسي، فهي للملساء، أما نقل البروتينات بعد تعديلها وتغليفها للخارج هي الشبكة الخشنة. طبعا بالنسبة للمقارنة جزء آخر، البلاستيدات تصنع نفسها لوجود الريبوسومات، تختلف الخلايا الشكل والحجم حسب التركيب والتركيب الجدار الخلوي وتركيب الغشاء الخلوي. طبعا هذه الأسئلة حلناها بشكل أساسي للتفصيل. بالنسبة للجزء الأخير وهو انقسام المنصف ودورة الخلية عزيزي الطالب، فهنا عدة أشياء ستحتاجها، هذه التفاصيل الأساسية التي ممكن أن تحتاجها بشكل أساسي عزيزي الطالب. جميع الأسئلة اختر من الأسئلة المهمة التي قد تلزمك كل هذه، طبعا مع السكر الخماسي الداخل ريبوزوم القوس التكسيم في الدي ان ايه، عد رابط بين الأدنين والثيمين اثنان، جميع القواعد في الدي ان ايه ما عدا اليوراسيل، جزء من الدي ان ايه يحتوي على خلص الجين، عد رابط بين الجي والسي، ثلاث رابط هيدروجينية، ترتبط مجموعة الفوسفات في النيوكليوتيد بذرة الكربون رقم 5، ووحدة بناء الحمض النووي النيوكليوتيد، تحدث عملية تضاعف في الطور اس،
الأنزيم المسؤول عن فك الالتواء وفصل الأنزيم الهكليز، القاعدة التي لا توجد في الـ RNA الثايمين. وهذه هي التفاصيل لباقي الأشياء عزيزي الطالب، وهنا بعض التعريفات المهمة التي ستلزمك بشكل أساسي عزيزي الطالب في جميع تفاصيل هذه الوحدة الأخيرة. وهنا باقي الأسئلة، هنا أسئلة علل المهمة. المقارنة بين الـ DNA والـ RNA وهي أيضا من الأشياء المهمة جدا عندنا. تعريف النيوكليوسوم، تعريف النيوكليوتيد، تعريف الجين، تعريف الـ DNA، تعريف الـ RNA، والمقارنة هذه الـ DNA والـ RNA من المقارنات والأشياء الأساسية التي ستلزمك عزيزي الطالب. تضع في الـ DNA، حذف طبعا كل هذه التفاصيل ستلزمك. الأدوار، ما وظيفة كل جزء؟ رسمة الرسمات، طبعا النيوكليوتيد بشكل أساسي وتفاصيله. هكذا عزيزي الطالب نكون قد أنهينا هذه الجزء، نتمنى أن يكون قد هذه المراجعة السريعة قد نالت إعجابكم. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.